يوم الجمعة كان استثنائياً بالنسبة للمسيحيين والكنيسة، فقد ترأس قداسة البابا فرانسيس عند المساء وقفة صلاة منح في ختامها البركة لمدينة روما والعالم والغفران الكامل لجميع المؤمنين الذين تابعوا هذا الاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ففي ساحة القديس بطرس كانت البداية مع كلمة البابا الروحية التي ألقاها تعليقا على إنجيل تهدئة العاصفة بحسب القديس مرقس قائلا: عند المساء هكذا يبدأ الإنجيل الذي سمعناه، ويبدو لنا وكأن المساء قد حل منذ أسابيع، فيما قد ختم كلمته بإعطاء البركة لمدينة روما والعالم أجمع قائلا: أيها الرب، بارك هذا العالم، امنح الصحة للأجساد والعزاء للقلوب، إنك تطلب منا ألا نخاف، لكن إيماننا ضعيف ونحن خائفون، لكنك يا رب لا تتركنا في خضم العاصفة، قل لنا من جديد لا تخافوا. وبهذا الرجاء المسيحي سار قداسة البابا من باحة القديس بطرس إلى مدخل بازيليك الفاتيكان، حيث وقف وصلى أمام أيقونة العذراء مريم حاملة ابنها المخلص يسوع المسيح. وقد خص البابا هذه الأيقونة بالصلاة كما يخصص عادة صلاة تكريم لمريم العذراء، لينتقل بعدها إلى الجهة الأخرى من مدخل البازيليك حيث وضع المصلوب، ولهذا الصليب رمزيته الخاصة لأنه الصليب العجائبي الذي أنقذ روما من الطاعون عام 1522. وفي هذه المناسبة الخاصة أزيل الصليب من مكانه المعتاد ووضع في ساحة بازيليك القديس بطرس ليبارك العالم الرازح تحت وطأة فيروس كورونا. بعدها دخل البابا فرانسيس البازيليك الفاتيكانية وحمل الله الحي في القربان المقدس وبارك فيه مدينة روما والعالم أجمع ببركة استثنائية، معطياً كل المؤمنين حول العالم الغفران الكامل. وفي العادة يمكن لأي شخص مسيحي معمد أن ينال الغفران الكامل لنفسه أو عن نية أي شخص آخر حي أو متوفي، شرط أن يعترف صدقاً، أن يتناول بإيمان، وأن يقدم الصلاة والتقوى، كما وتصدر الكنيسة هذا الغفران عادة بمناسبات خاصة ومحددة، مثلا في عيدي الميلاد والفصح وعند انتخاب بابا جديد للفاتيكان. ولكن اليوم وفي ظل انتشار فيروس كورونا أعلن البابا عن هذه المبادرة التي شملت جميع المرضى والأصحاء المحجور عليهم في البيوت أو المستشفيات وذوي المصابين والقائمين على خدمتهم من أفراد العائلة والأطباء والممرضين وجميع الذين يشتاقون لنيل مسحة المرضى والمناولة الأخيرة ولا يستطيعون.